يعني أنا مش عارف أجيبها لكم إزاي على رأي الأرموتي، بس الحلقة بتاعت النهاردة حلقة مهمة جدا إن إحنا نتكلم فيها على silent letters أو الحروف الصمتة. أكتر من 30% من الكلمات الموجودة في اللغة الإنجليزية فيها حروف صمتة ما تتنطقش، وأكتر من 60% في الكلمات من الكلمات ديت بيحصل في ال daily conversation أو المواقف الحياتية اليومية. فالموضوع مهم جدا وحياة أو موت، بالذات لو أنت مبتدئ. يعني لو جنبك واحد صاحبك دلوقتي أنت تقتله وتكمل فيديو وبعدين يعدموك بعد كده، لأن الموضوع لا يستحمل تأجيل بجد. فإحنا بقى هنشرح في الفيديو بتاع النهاردة شوية rules أو شوية قواعد، حوالي 10-12 قاعدة على silent letters أو الحروف الصمتة. ممكن ما نخلصهمش في فيديو واحد عشان أنا مش عاوز أتقل عليكم، لو الفيديو هيبقى طويل نخلصهم على فيديوهين أو two parts حسب بقى ما الدنيا تجيب معانا. يلا بينا نبتدي مع بعض مع أول rule أو أول قاعدة تعرف بيها الـ silent letters أو الحروف الصمتة. rule number one أو القاعدة الأولى، لما بقى جاي عندنا M وبعدها B ساعتها الـ B بتبقى silent أو صامتة. لو عندنا M وبي في كلمات زي climb يتسلق مش climb، ومتسلق climber، climb climb، يسرح come come، زي مثلا لما تيجي تسرح شعرك come your hair come your hair، سباك plumber مش plumber. طبعا في exceptions او في استثناءات للموضوع ده، من ضمن الاستثناءات كلمة number اللي هو رقم. هنا بننطق الام وبننطق البي، بس عشان يمكن الام والبي هنا مش واقعين في نفس المقطع فيمكن عشان كده بتنطق البي number. اوكي يلا بينا نخش على القاعدة التانية. تاني حاجة معانا، لما بيبقى جاي ال W بعدها ال R، دايما في الانجليش في الكلمات دي ال W بتبقى فيها صامتة او silent، زي مثلا كلمة right ما بنقولش right right. اوكي زي كلمة rack حطام مش وراك، وراك مين يا قليل الادب، rack rack. عندنا كمان كلمة مثلا wrinkle wrinkle wrinkle، زي لما يبقى عندك تجاعيد في وشك او ليها معنى تاني اللي هو يكرمش في الانجليش، wrinkle wrinkle، يبقى ال W بتبقى silent. اتفقنا؟ عندنا كمان لما ال K بيبقى جاي بعدها ال N، ال K بتبقى silent او صامتة في كلمات زي knock يخبط، knock knee ركبة، knee. عندنا كمان كلمة night اللي هي زي الليلة بس النطق مختلف، night night بمعنى كلمة فارس، الكي هنا متنطقش night. كمان ال بتبقى silent لما بتبقى جاية ما بين الاي وما بين الكي بمنتهى البساطة في كلمات زي walk، كمان talk. rule number five أو القاعدة رقم خمسة، ومش هتسمعها في أي فيديو تاني غير الفيديو دوت، لما بيبقى عندك S T L E ساعتها ال T بتبقى silent في كلمات زي castle قلعة، castle. في كلمات زي wrestle wrestle يعني يصارع. في كلمة زي whistle whistle يعني ما بعرفش اصفر. اوكي whistle يصفر whistle. ال silent E أو ال E الصامتة، ال E لما بتبقى جاية في آخر أي كلمة في الإنجليش أغلبنا عارف إنها ما بتتنطقش في كلمات زي take make life style، لكن الموضوع ده ليه exceptions أو شوية استثناءات وأنا هقول لك عليهم دلوقتي. أولا لو عندك اتنين E جايين ورا بعض في آخر الكلمة، زي مثلا كلمة referee حكم، referee ساعتها ننطق ال E، decree decree مرسوم اوكي او قانون. عندنا كمان كلمة degree degree، عندنا كمان كلمة fiancé fiancé. اغلب بقى الكلمات اللي جاية في الانجليش من لغة تانية زي كلمة كافيه، زي كلمة adobe اللي هو التطبيق، زي كلمة كاراتي كاراتي مش كاراتي، الكاراتي ده اللي بنجيبه ناكله في الشارع هيبتل بالانجليش كاراتي or كاراتي. اوكي انا شرحت الفيديو بتاع النهارده 6 rules، هعمل part 2 ان شاء الله حسب التفاعل بتاعكم، وهشرح كمان يعني لو حبيتوا الموضوع وهشرح كمان 6 قواعد للسايلنت ليترز او الحروف الصمت. اتمنى دعمكم الدائم والمستمر. ثانك يو، وخلينا نشوفكم على خير.